مساء الخير، مساء النور لكل مستمعينا. مرحبا بكم معنا في حلقه جديده من برنامج حسن نفسك مباشره على شدايف ان شاء الله حسن جوج. معنا اليوم طبعا الاستاذ فؤاد فرقاني الادريسي، متخصص في العلاج بالرقيه الشرعيه والطب النبوي. السلام عليكم استاذ. مرحبا. السلام سلمى. اكيد كيف عادك يرافقني مهدي في ضاف في الاخراج والهندسه الصوتيه، مازال مواصلين معكم اوفياء ان شاء الله حسن جوج. وطبعا دائما مواصلين في الموضوع ديالنا السحر والانواع ديالو الاقسام ديالو. اكيد غنديروا ستيما الموضوع باش ان شاء الله استاذ نقفلوا الموضوع ديالنا ويكونوا الناس فاهمين ومقتنعين ان شاء الله. طيب كل الناس اللي بغاو يتواصلوا معنا اكيد الارقام المفتوحه ليهم 0522 36 10 36، 0522 36 10 36، 55 66 55 66. اما الاس ام اس هو 6 دراهم. ممكن ايضا تسمعوا لنا طبعا الناس اللي في خارج المغرب او في بعض الدول العربيه الشقيقه، ممكن يسمعونا من خلال السيت ديالنا www.shadafm.net او.ma. مرحبا بكم معنا. ممكن ايضا تواصلوا معنا من خلال فيسبوك صفحه شاد اف ام او صفحه حسن نفسك. بسم الله الرحمن الرحيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. سبحانك ربي لا علم لي الا ما علمتني انك انت العليم الحكيم. اما بعد، الاخت سلمى البارح وصلنا يعني في الكلام على يعني هاد السحر ديال الكلدانيين في عهد سيدنا ابراهيم خليل. نعم. واللي مازال كيتماشاو مع السحره في يعني في الاونه هذه اللي كنعيشوا فيها. فوصلنا يعني النوع ديال الحروف، النوع قلنا الحاله الرابعه هي نوع يفعله من يستخدم الارقام لحروف ابجد هوز المسمى بعلم الحرف، وهو أن يكتب حروف أبجد هوزي إلى آخره، ويجعل لكل حرف منها قدرا معلوما من العدد، ويجري على ذلك أسماء الآدميين والأزمنة والأمكنة وغيرها، ويجمع جمعا معروفا عندهم، ويطرح طرحا خاصا، ويثبت إثباتا خاصا، وينسبه إلى الأبراج أو ينسبونه إلى الأبراج الاثني عشر المعروفة عند أهل الحساب. نعم. ثم يحكم على تلك القواعد بالسعود والنحوس وغيرها مما يوحيه إليهم الشيطان. ثم يقول الشيخ الشنقيطي رحمه الله عن سحر الكلدانيين: ومعلوم من هذا أن هذا النوع من السحر كفر بلا خلاف، لأنهم كانوا يتقربون فيه للكواكب كما يتقرب المسلمون إلى الله، ويرجون الخير من قبل الكواكب، ويخافون الشر من قبلها كما يرجو المسلمون ربهم ويخافونه. ثم بالتالي فهم كفر يتقربون إلى الكواكب في سحرهم بالكفر، وهذا كفر بواح والعياذ بالله. نعم. وهو ما زال عليه يعني ما زال عليه السحرة إلى يومنا هذا. النوع الثاني الاستعانة بالأرواح الأرضية. نعم. وكما ذكرت البارحة هناك أرواح يعني يسمون الأرواح العلوية والأرواح السفلية. الأرواح السفلية هي يعني الشياطين وما جاورها من الجن وكذا، يعني الجن المتمردين. الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم شياطين الجن، فإن اتصال بني آدم بهم ممكن، وهذا الاتصال يحصل بشيء من الرقى والدخن والتجريد، يعني التوحيد والعياذ بالله. وعندما يتحقق الاتصال تحصل الاستعانة ثم الإعانة، لكن ذلك لا يكون دون الشرك بالله تعالى. يعني هذه من الخواص. هناك النوع الثالث الشعبدة، ومبناها على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بشيء معين دون سواه، فصاحب الشعبدة الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استغرقهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق ونحوه عمل شيئا آخر بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء غير منتظره فيتعجبون من هذا. يعني ما كنقولوا بحال ذاك الحادي اللي كيكون على السيرك وكذا عنده خفة يد وكذا، هذا نوع يعني من السحر، وهذا يعني مش مخرج عن الملة أو كفر والعياذ بالله. هذه خفة يد. ولو أنه لم يفعل ما يصرف به أنظار الناس لتفطنوا إليه لكل ما يفعله، ولا يبعد أن يكون سحر سحرة فرعون من هذا النوع، لأنه الله عز وجل قال: فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. وهنا عاوتاني قال الله عز وجل في حق موسى: فإذا حبال موسى يخيل إليه من سحرهم وأنها تسعى، فهو تخيل وأخذ بالعيون، كما دل عليه قوله تعالى: فإذا حبال موسى يخيل إليه من سحرهم وأنها تسعى. النوع الرابع العقد
والنفط فيه. النفخ معاريق خفيف، يعني هذا النفط يفعل السحر فيعقد العقاد ويعزم عليها بعزائم معينة شركية شيطانية والعياذ بالله، وينفث بهذا يعني هذا الحقد وهذا الخبط اللي يعني ينبعث من النفس الشريرة ديال الساحر. قال تعالى: ومن شر النفاثات في العقد، سورة الفلق. والنفاثات في العقد قيل هن السواحر التي يعقدن الخيوط وينفتن في كل عقدة حتى ينعقد ما يريدن من السحر، وذلك إذا كان المسحور غير حاضر، أما إذا كان حاضرا فينفتن عليه مباشرة. نعم. وهذا موجود، وهذا كله بعد أن تتكيف نفس الساحر يعني بالخبط والعياذ بالله والشر الذي يريده بالمسحور ويستعين عليه بالأرواح الخبيثة فيقع فيه أو يحصل السحر، وهو بإذن الله لا يحصل إلا بإذن الله ولا يضر إلا بإذن الله. نعم. يعني هذه المسائل يعني خصني خاص الإنسان يعرفها أن يعني شي حاجة ما كترى إلا بإذن الله، إلا بأمر الله يعني باش ما يهولوش ويقولوا لا راه السحر ممكن يدير كذا ولا يهولوا العمل اللي كيقوموا به. لا لا لا, لا يعني هو ما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم. ثم تأتي أخت سلمى. نعم. يعني الناس يعني هناك يعني طريقة يعني أخرى، هنا يعني الساحر إذا أخذ اسم الطالب والمطلوب. نعم. يأخذ الطبع، وهناك معروف أن الآدمي هو تركيبة تركيبة. نعم. يعني من عناصر ترابية وكذا، فهما عندهم يعني قاعدة أساسية، الناس طبائع وهذه الطبائع يحددونها في أن كاين البعض من الناس نوعه هوائي وكين بعضهم ترابي وكين مائي وكين ناري. فمن غلبت عليه حدة النار أين طبعه حاد عملوا له السحر في النار، يعني نقولوا في الكانون أو كذا. ومن كان طبعه يعني بارد عملوا له السحر في الماء كسحر التجرية. نعم. سحر التجرية عند المرأة يعني والعياذ بالله اللي غنعرفه في الأنواع إن شاء الله. نعم. هذا يعني كان نقولوا في هذا. ثم يعني هذا التجرية يعملوها في الواد الجاري أو على شكل قطرات يعني مشي بزبوز حنفي أو كذا. ثم كان السحر يعني الطبع الترابي يدفنون يعني لصاحب هذا الطبع يعني في التراب، هذا ما سولت لهم أحلامهم وما أمرتهم به الشياطين والعياذ بالله. فيعني هو سحر في حد ذاته، وهو استعانة شركية بالشيطان، والشيطان يؤدي الواجب، ولكن لا هذا لا ينفع ولا يضر إلا بإذن الله عز وجل. نعم. نعم. واضح أستاذ. نعم. أكيد مازال غنرجع الموضوع طبعا ونوصلوا فيه. نعم. فقط نفسحوا شوية المجال أمام مسامي دائما على 0522 36 10 36 0522 36 10 36 55 5 أو من خلال الفيسبوك. معنا حسنة سلمى. أختي سلمى عندي لك طلب، عافاك سولي لي الأستاذ عن الأكل اللي كيقدموه الناس في جلسات الحضرة وكيقدموه الجن ويرشونه بشيء، شنو نديرو به؟ لأن اللي حضروا لينا من إلا حضروا يعني اللي جابوا ليهم هذا الماء واش تاكلها؟ نعم. قالت راه ما كلوهاش وما عرفوش واش يلوحوه أو شنو يديروا ليه، عافاك. نعم. هذا أختي سلمى هو ما ذكر الله عز وجل في كتابه: وما أهل به لغير الله وما ذبح عن النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، يعني والعياذ بالله هذا ما أهل به لغير الله، كل شيء يعني تقرب إليه يعني من غير الله عز وجل تقربنا به يعني لشي حد من غير الله عز وجل فهذا منهي عنه وهو يعني محرم والعياذ بالله بالبتة، وهو من الشرك ومن الشرك الأكبر والعياذ بالله، وصاحبه والعياذ بالله إن لم يتب إلى الله عز وجل يخرجه عن الملة والعياذ بالله لأنه قدم لغير الله. فنحن يوم لما يوم عيد الأضحى لما نتقرب إلى الله عز وجل بالأضاحي نقول اللهم هذا منك وإليك، فهمت؟ نعم. أختي حتى إذا كانت العقيقة تقول اللهم لك هذا يعني بسم الله وعلى ملة رسول نقدم هذه الذبيحة يعني تقربا إلى الله، مع أن الله عز وجل يقول في الكريم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، هذا التقرب الخالص هذا هو التقوى، إذا تقربت إلى الله عز وجل بهذه الذبيحة أريد بها وجه الله عز وجل الله يقبلها عني وهو الذي فهمت يقبل. ثم هذه الذبائح التي تكون في الحضرة وكذا كلها كتكون هذه القناوي
وهذه العيشة وهذه هذا هذه الأسماء التي تسمى إذا تتداول عندنا في الوسط المغربي. إلى مشينا للمصر كالقول يقدموا السياف الرياح الأحمر ميمون عطار فهمتي كاين الأسماء يعني تختلف الأسماء على حسب البقاع والأزمنة والأمكنة. فبالتالي هنا هذه محرمة والعياذ بالله لا تأكلوا من هذا. وكثير من الحالات وجدنا أكلوا من هذا الأكل وأصيبوا بالمس والعياذ بالله. ومرت عندي حالة من سنين أن واحدة حضرت يعني في الحضرة ديال تنقولوا هادو اللي تيدخلوا ما غاديش نذكروا أسماء في حضرة فيعني قدم لها هاد الإنسان اللي كيقدم هذاك الولاء للشيطان قدم لها كوب فارغ يعني كاس ديال اتاي فارغ قال لي احتفظي به بخ فيه وعطاه لها. النهار دخلت هذاك الكاس للدار دخلت كل معاناة والعياذ بالله للبيت ديالها. نعم من هذا يعني سبحان الله ولو تتقرب بشيء قليل للشيطان غادي والعياذ بالله غادي يفتنك. وانه كان رجال من الانس يعودون برجال من الجن فزادهم راقا. فهاد البنت تبعد من هذا الشيء وكاع الناس يبعدوا من هذا الشيء. نعم واضح. ايضا معنا السلام عليكم اختي سلمى معك ناديه من لندن كتقول ان عندها مشكل ان الزوج ديالها كان سائق ديال تاكسي وواحد النهار كان معاه شي سيد في التاكسي يعني عادي زبون وقال لك بدا كيقول لي شي هضره وقال لها رجلها ان هذاك من شياطين الانس وقال له دخل معايا لشي دار. المهم يعني القصه طويله قال لك المهم بعد ما تلاقى مع السيد ولا يعني تغير بزاف وعلى مشكل بسيط جدا طبيب بين زوجين خلى راجلها الدار ومشى اليمن لانه اصله يمني. قالت لك المهم انا من بعد دخلوا الاسره ديالو ورجع ولكن نرجع ولا كيشك فيها ان هي فيها مس وقال لها انه احيانا كيبان ليا اللسان ديالك باللون الاخضر وكنشوف كضحكي غير بوحدك وهي الافعال ما كايناش. قالت لك في الاخير طلقها. المهم قالت لك انا مشيت عند راقي وقال لها انت ما فيك والو يعني قالت لك عافاك يعني المراد ديالها شنو رايك استاذ في هذه القصه. نعم كنقول الاخت ديالي هناك كثير من الناس والعياذ بالله احنا نقول يعني لدرجه انه ومن شر النفاثات في العقد. الله عز وجل سمى الزواج عقده واخذنا من يعني استغفر الله العظيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. لست يعني ما حضرتنيش الآية الكريمة اللي فيها يعني استغفر الله وعقدة النكاح ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله. فالله عز وجل سمى يعني عقدة يعني هذا العقد عقدة. وهذه الأشياء اللي كتفرق ما بين الزوج والمرأة من العقد وعقد النكاح عقده. فمن شر النفاثات في العقد كما ذكرنا البارح. فهاد السيد اللي جا ركب مع السيد في السياره وكذا هو من شر النفاثات في العقد. هو فرق ما بين المراه وهذا حتى مش يفصلوا عقد الزواج فصلوا هذه العقدة. هذا نوع من السحر والعياذ بالله. كما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من البيان لسحرة يعني يؤدي إما يعجبك هذا البيان التفسيري والبلاغي وكذا ويأخذ بلبك ويسحرك وإما والعياذ بالله يؤدي بك لهذا التفريق وكذا إذا كان بالوشاية وبالنميمة وكذا. فهذا الرجل كين وكين يعني الناس يأخذوا الحيطة والحذر. كين الناس دابا كيمشيو كيدرسوا المحيط ديال بعض الناس اللي كيكونوا اثرياء اولا ناس هانين ولا كذا وكيبغيو نصبوا عليهم بطريقه اخرى. فكيجي كيقول له عندك حظيك انت يعني بالفكره راك انت يعني بدالي راك انت راه عندك انسان سميتو كذا وواحد راه كان توفى لك السنه كذا وكذا. فكيقول له اشياء كيقول هذا يعلم الغيب والعياذ بالله. فهنا كيدخلوا بجانب نصبي احتيالي والعياذ بالله حتى اذا اطمأن عليه طمأن من هذا الجانب كيبدا يقول له جيب لي المال اللي عندك كذا كذا وكيدخل معاه. فهاد الاخت لا صدقوا هذه الاشياء. والراجل ديالها الا كان راه هو اللي وقع عنده خلل والعياذ بالله في الرؤيه والاضطراب في النفسيه ديالو. ما تخافش. اذا نشوفوا اتصالات معنا. معنا اتصال بعد محمد من قلميم. السلام عليكم محمد. الله يخليك محمد. يعني دائما اول حاجه غنقولك في الراديو الله يجازيكم بخير يعني دائما انا كنشدد على هذه النقطه انكم فاش تواصلوا معنا تسمعوا لنا فقط من خلال الهاتف. علاش انا كنقول لكم هذه المساله باش ممكن انكم نتوما تسمعونا مزيان وحنا نسمعوا الاسئله ديالكم مزيان وانتم تاخذوا الجواب ديالكم. اما الراديو راه كنعرفوا ان يعني البث كيتعطل شويه بواحد الثانيه. اذا الله يخليكم في الراديو وسمعوا لنا غير من الهاتف. اذا محمد الله يجزيك بخير. انا كنشكرك على أختي. أنا بغيت نسأل الأستاذ بعض المرات فيها الوسواس. نعم كيجيني الوسواس. نعم ملي كنصلي. نعم كنكون دابا كنصلي كيجيني شوية الوسواس. هذا هو الإشكال اللي كاين دابا حاليا الحمد لله. هادشي اللي عندك؟ نعم هادشي اللي عندك كتشتكي منه؟ الله الوسواس أخويا دائما صدق نفسك أنت
وتحاول يعني تعطي نفسك الثقة أنت. بالتالي هناك دائما حتى إلا جاء يعني كان عندك شي خطأ في الصلاة كتبني على التقصير، وهذا راه معروف يعني في الفقه ديال الصلاة. بالتالي إلا كثر عندك هذا الشيء ديما نعطي، ولو غادي يجي إبليس يقول لك راه عندك صليتي ثلاث ركعات وأنت مدير يعني أربعة، يعني أعطي الثقة لنفسك. قال لك يعني تلا ندير جوج، صلي صلي على الحالة اللي أنت مرتاح لها، ما تعاودش تكرر الصلاة. فهنا غادي تكون يعني كتبدا كتحارب داك الوسواس وما غاديش يبقى يجيك. غيجيك في الوضوء مثلا يقول لك راه درتي غير مرة واحدة، مالها؟ ثبتت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ مرة واحدة، غسل كل عضو مرة واحدة. قال لك درتي غير جوج، ثبتت على رسول الله أنه دار جوج، ماشي مشكل. درتي ثلاثة، هذاك هو يعني في السنة. يا إني دائما إلا جاك الشيطان وسوس لك قال لك بالله راه درتي غير قدا، ما تقوش كملت الصلاه ديالك وسلم، ما كاين حتى مش قالك خرج منك الريح، صلي على الحاله اللي قالك خرج منك يعني قطره البول، صلي وانت صلاتك جائزه. اما الا بقيتي كتصدقوا راه غيخليك كتوقع في الوسواس، وكيبدا يتقدمك الوسواس حتى يوصل بك الوسواس قهري والعياذ بالله. فانت الحمد لله حبس عند هذا الحد وغادي تكون لاباس عليك، وكثر من القول لا اله الا الله والمعوذتين. اذا ناخذ مباركه من مدينه دار البيضاء. السلام عليكم مباركه. الو مباركه. إذن كنظن فقدنا التواصل مع مباركة. إذن أستاذ معنا رسالة. السلام عليكم. أنا نورة من مدينة دار البيضاء. الله يخليك أستاذ، أنا عندي المنزل ديال الجد ديالي فيه طبقين، والطبق العلوي يعني شبه ما مهجور، ما كيطلع ليه تحت. واحد النهار كانت يعني كانوا الضيوف، كانت الدار عامر، فقررت أنني ندخل واحد البيت في الطبق العلوي. فلما جلست يعني فوق يعني باش نعس يعني فوق ناموسية، قالت أن يعني الناموسية كتطلع حتى للسما وكتهبط، كتحرك يعني كتطلع حتى للسما وكتهبط وصافي. قالت أنها مشات من تما يعني حلفت أنا ما تبقاش تطلع لديك البلاصة. فبغات تعرف زعما شنو وقع معاها. هذا بيت فيه العمار، وكل بيت فيه العمار، وهذا يعني هادو عمار معتادين. نعم. فهمت. وهذا لا يحصل ولا يتأتى إلا إذا كان البيت لم يقطن ولم يسكن يعني مدة طويلة. نعم. فهنا تكون يعني هذه الأرواح يعني تسكن هذا المكان، فبالتالي إذا جبت ناس يعني أهل الله عز وجل. نعم. وريحوا تما ويعني تلاو القرآن. احنا كان عارفوا في واحد العادة ديالنا المغربية، كيجيو الطلبة كيقسموا السن حزب يعني قسمات، خذ انت خمسة الأحزاب. إذا تولي القرآن كاملة جملة وتفصيلة مرة واحدة في مجلس واحد كان أولى أحسن إن شاء الله تعالى. وصورة البقرة وهذا البيت يعني ما تخافش من نور، هذا العمار يعني كيحاولوا يستفزوها شوية فقط، لا أقل ولا أكثر. نعم. لكن إذا يوصل الاعتداء للضرب، وصل الاعتداء المكاشفة النظرية يعني عندنا كنشوفوه بالعين المجردة، فهذا المكان كيدل على حاجة اثنين. نعم. يا إما كيكون هذا البيت فيه شي حاجة من الذخيرة يعني مدفونة قديما. نعم. يعني من كنز، أو كيكون من قبيل يعني من قبل وقعت مثلا شي روح تما ماتت، أو شي حد والعيد بلا انتحر أو شي حاجة. نعم. فكتخرج هاد الروح الشريرة وكتقمص الدور ديال القاري اللي كان مع هذاك الميت. نعم. فيحصلوا هاد الأشياء. واضح أستاذ. نعم. إذن سهد المسألة ربما نفرضوا لها حلقات إن شاء الله. إن شاء الله. تعالى. السلام عليكم، شكرا على هذا البرنامج المفيد، جزاك الله ألف خير. سؤالي هو هل السحر تأثير على أعمال الإنسان؟ على العمل دياله؟ ما ممكن إذا وصلنا السحر حتى لحالة الوسواس، ووصلنا والعياذ بالله حتى المرض العضوي، حيث هناك سحر التمريض، هناك سحر يسمى سحر التمريض، فهذا يعطل كثير من الحواس عند الإنسان. فما بالك كيفاش غيكون في العمل ديالو كذا، ممكن. نعم. يكون هذا، لكن لا نخشى من السحر، بل نخشى من الله عز وجل، ولا نخشى من السحر ولا نخشى من السحر. نعم. سناء من خريبكة. السلام عليكم سناء. عليكم السلام. مرحبا بسناء. سلام، شكرا كنشكر معكم على هذا البرنامج. العفو، مرحبا تفضلي. الله يخليك. فانا كتجيني واحد النوبات، كتجيني نوبات وكنطيح، ولكن كيبداو يقراو لي في القران وداك الشيء ما كنتقبلش قراءه القران. نعم. ما كتقبليهاش ملي كيكون تيقرا لك الراقي؟ ملي كيكون يقرا ولا الوالد ديالي ولا الاخ ديالي كيبداو يقراو عليا، كنتجاوب معاهم بزاف. عاقل على المحيط ديالك ملي كيكونوا كيقراو عليك، كتعقلي على شي حاجه؟ كنعقل على المحيط ديالي. ايوا. وكتنطقي؟ كنطقي. واش كتقولي يعني؟ كنبقى نهضر بعض المرات لك شي مشكل، داكشي كنبقى نكرر داك المشكل بعد ما كنكونش هذا. شحال في العمر ديالك الاخت ديالي؟ عندي 36 سنه. هذه اختي حاله نفسيه، ما عندك لا مس ولا اي حاجه. نعم. العقل الباطن ديالك هو اللي كيتكلم، لا اقل ولا اكثر. خديجه مدينه دار البيضاء. السلام عليكم خديجه.
السلام عليكم اختي، كدايره اختي لاباس؟ بخير. اي خديجه، يعني نفس المشكل، الله يجازيكم بخير. يعني انا كنطلبكم الله يخليكم طفيو الراديو فاش تكونوا كتكلموا معنا، لان راه كما قلت لكم راه كيوقع الديكراج، ما كنسمعونا ما كنسمعوكم مزيان. اذا خديجه الله يخليك طفي الراديو. جميع المستمعين اللي كيسمعونا بغاو يتواصلوا معنا دائما على 0522 36 10 36، غير شد لكم الخط طفيو الراديو، سمعونا غير من التليفون. خديجه. الو، السلام عليكم اختي. وعليكم السلام، مرحبا خديجه تفضلي. عندي اختي واحد الولد عنده 23 سنه. ايه. واختي شنقول لك، كيدير نظاظر دابا بزاف على عينيه، وكيجي بحال الوسواس الا كان بارك حدا شي حد كيحس بيه بحال كيهضر عليه. الا ما درش نظاظر ما يقدرش يواجه واحد الانسان يهضر معاه، خصو يدير نظاظر وحاني عيني في الارض. نعم. وهذا الشيء اللي كان السي الشيخ الله يجزاك بخير وحيرني شويه هذا الولد بزاف. هذا الاخ ديالي عنده حاله نفسيه ديال انفصام تفككي والعياذ بالله. هذا اختي يعني ما تخافيش عليه، ان شاء الله خصك ترجعي للطب المختص في هذه المسائل ديال الامراض العصبيه والنفسيه، وغادي يكون بخير ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل. ان شاء الله. شكرا لك خديجه، شكرا على تواصلك معنا مدينه الدار البيضاء. اذا نقراو بعض الاس ام اس على 5566. السلام عليكم، انا بغيت تعاودوا لي الدعاء ديال الزواج، الله يجازيكم بخير، بغيت ربي يسهل عليا بزوج صالح. امين ان شاء الله تعالى. الدعاء ديال الزواج يعني ماشي تنقولوا غير قلنا، المهم نعاودوا ان شاء الله تعالى. ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين، ثم الى حبدا يعني دعمنا، ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، كان اولى واجدر ان شاء الله. هذا ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. كنصلي ركعتين للحاجه بعد الفريضه، وخصوصا بالليل اذا يعني هجاهت العيون، يعني وخلق كل حبيب بحبيبه، فاختلي بحبيبك هو الله عز وجل، ثم صلي ركعتين لله عز وجل. وفي السجده الاخرى يعني تعمل 40 مرة ديال ربي لا تدرني فردا وأنت خير الوارثين، ثم ترفعي راسك من السجدة الأخرى وتحي وتسلمي وطلبي الله بما شئت، يحصل الجواب بإذن الله عز وجل. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. إن شاء الله ونعم بالله. إذا خديجة من رباط، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالدراري خديجة تفضلي. الله يجازيكم بخير على هذا البرنامج. العفو. عافاك، بغيت نهضر مع أستاذ إذا كان ممكن. مرحبا مرحبا. الله يجازيك بخير، أنا عندي واحد المشكل مهم، عندي مشكل طويل غنختصر لكم في يعني مدة ديال 3 سنوات. أنا كان عندي مهم مدة طويلة ديال 11 عام، كان عندي مشكل التهاب في المفاصل، عندي واحد النوع ديال التهاب في المفاصل. نعم. اسمحي لي أختي، ما عندكش لاقوت؟ داء النقرس؟ لا ما عنديش. نعم لا يعني. ما عنديش. كمل كمل. مهم، أنا تبعت الطب واحد المدة ديال 11 عام، كل واحد شنو كيقول لي، من موراها تزوجت بصعوبة، ملي تزوجت وقع لي مشكلة الإنجاب. نعم. ما مشيت عند الطب، تبعت معاه مدة تقريبا ديال 5 سنوات. نعم. ما جابش الله وداك الشيء، ولكن كان عندي أحلام خايبة. نعم. وبعد مرات إذا كنت كنسمع القرآن كنحس بواحد الضياف في الصدر ديالي. نعم. مهم، من موراها نصحتني واحد أخت قالت لي تستمعي الرقية، بقيت كنستمع الرقية، قد ما أنا كنستمع الرقية قد ما تنشوف أنا شخص. نعم. كتشوف. من موراها توجدت عند واحد راقي، بقيت كنرد ندير الرقية. في آية السحر، ما تيقالي آية السحر، أنا تنعقل ماشي تنغيب، ولكن تديني واحد الضحك هيستيري، يعني نبقى نضحك زعما نحترم الناس. لا شعورين لا شعورين. نعم. لا شعورين. وملي كنعس كيبان لي واحد الشخص، واحد أغلبية تيجيني راجل، وبعض المرات كتجيني راجل أمرأة، وبيناتهم واحد تيبان لي كليب صغيور بيناتهم. واش في اليقظة ولا ما بين اليقظة والنوم؟ لا في المنام. لا في المنام. هذاك الشيء اللي كنديرو بالنهار بالليل تيبان لي استهزاء، استهزاء بحال شي واحد كيستهزئ مني. وهذاك السيد هذاك تنشوف بعض المرات معاه صليب. معاش؟ معاه صليب، يعني تيكون عنده صليب. واخا اختي دابا الليل. نعم نعم. دابا المهم دوزت 3 سنوات ديال الرقية، قد ما كندير الرقية قد ما انا تنتمحن بالليل الغوت وهذا. دابا الاشكال علاش مشيتي درتي الرقية؟ يعني تاخر عندك الانجاب؟ لا انا تتبعت الطب، وايه نصيحه من واحد اختي، انني كنت كنحلم بالناس لابسين الكحال، كان عندي احلام. ممكن عندها احلام مزعجه لهذا درت الرقية. فهمت. لا غير فهمك، واش انت دابا متزوجه ولا شنو؟ انا مزوجه. عندك وليدات ولا ما عندكش؟ لا دابا دوزت 3 سنوات ديال الرقية. هذا هو الاشكال، انت كدندني على هذه النقطه، يعني كتفتشي على الوليدات. ودابا انا حملت. حملتي مزيان الحمد لله. ثلاث سنوات بالرقية الحمد لله، بالدهن بالزيت وشرب الماء بالرقية وهذا. الحمد لله انا حملت، ولكن المشكل اللي وقع لي دابا انني محملت، زدت ضيفت كثر.
تزيرتي يعني كنشوف واحد السيده ديما في الاحلام ديالي ديما كتقيسني بصبعها ديما واحد الراجل كيسرقني كيبغي يضربني بالليل ولا عندي حاله ديال التفوه بزاف نسمع مثلا الرقيه كنجبد كنحس براسي انني الدموع تيهبطوني من عيني بالليل كنشوف هذيك اخت هذيك هذيك خيتي اللي تنشوفها يعني تنزير هاد الصوره كتشوفيها ميرانتي راه كتعاود عندك ديال هاد السيده هما جوج اشخاص يلا تسمعي واضح خديجه ان شاء الله غنجاوبك بعد ما ناخذوا فتيحه من اسفي فتيحه السلام عليكم فتيحه اذا مشات فتيحه اذا خديجه يعني المشكل ديالها خديجه يعني صلى الله عز وجل ويهب هذه الدريه الصالحه هذه عندها اختي مورا ودات يعني ديال الشيطان نطلع عليه يعني كيبغي يفلس على هذا الحمل وخصها دير في هذه الاونه بالذات خصها دير الرقيه نعم دير الرقيه وحباده الا كان جوج ديالها يحطي الضوء يعني بعد ما تعمل الرقيه عند الراقي هي جوج ديالها كل ليله يقرا عليها فاتحه الكتاب سبع مرات فوق السره نعم وايه الكرسي سبع مرات وسوره الاخلاص سبع والمعوذتين سبع كل ليله نعم. حتى تمر من الشهور كامله هذه ديال الاولى يعني الا كانت في اربعه ولا في خمسه ويبقى مستمر معها عاوتاني يوقف واحد شويه ويستمر معها الى اخر فتره الحمل بهذه الطريقه نعم فانا ان شاء الله تعالى ما يسقطش للجنين وكذا فانا كتكون مناوشه من الشيطان بالاسقاط والعياذ بالله ان شاء الله نعم. الله يوفق حيل على خير كما نقولوا اذا معنا نوره كتقول سلام نوره من مدينه البيضاء عافاك شنو الفرق بين العين والسحر السحر معروف والعين العين تصيب مباشرة الإنسان يعني مجرد ما يشوف فيه اللي عينه يعني كنقولوا قبيحة كيشوف فيه راه والعياذ بالله كيعينه في البلاصة ويعني والعين سبحان الله والنميمة تفعل في ساعة ما لا يفعله الساحر في سنة نعم. العين والنميمه في البلاصه واحد يجي ينمم لك في البلاصه يغير الصدر ديالك على واحد الانسان اللي ينمم بينك وبينه والعين كذلك تحصل في المآل سبحان الله وهذا راينا يعني بالمشاهده معينه كيكون انسان غير غادي لابس يعني سبحان الله نقي وكذا وكتلقى بعض الشيء حد تبع له النظره كيتلقى هذاك الانسان زلق ولا طاح ولا كذا سبحان يعني كتخرج العين حق العين حق نعم. والسحر هذه اما السحر عنده اعراضه ديالو ولا تشتبه من العين ولكن لا يعني نعم العين واضح. كتبان في البلاصه نعم. السلام عليكم واش اختي ممكن نشرب الماء ديال الرقيه والشرعيه وحنا يعني وهي على حيض واش ممكن نشرب الماء ديال الرقيه الشرعيه واش ممكن تقرا المعوذتين نعم ما تضيروا في ذلك الا كتاب الله راه هنا العلماء تيقول لك ما تشدوش وحتى امنا عائشه لما ناولت النبي صلى الله عليه وسلم هذاك يعني بحال نقولوا اللي بدا اللي كيصلي على رسول الله صدقاتي يا رسول الله قال لها ناويين قالت يا رسول الله اني حائض قال حيضتك ليست في يدك فإلا دخل الماء الجوف ديالها ما فيها حتى حاجه اما القران اللي ما غاديش نستعمله يعني باش قراءه كذا والا الذكر يجوز حتى هو كذلك نعم نعم واضح السلام الزوجه ديالي عندها المس الوراثي يعني من العائله ديالهم كانوا كيهديو وكيذبحوا وكيشربوا الدم لما ديتها ندير لها الرقيه يعني داك الشيء اللي نطق فيها قال انا خاصها تجي معها الام ديالها ممكن حتى تجي كيجي عن طريق الام ديالها نعم. شنو ممكن ان هذا نعم هذا المس والعياذ بالله كيكون ولكن ولا تزير وازره وزر اخرى نعم فهمت ما يمكنش واحد انا قدمت طقوس للشيطان وغيتصرف بلاصتي خويا ولا ولدي ولا كذا وبالتالي اذا كان حضر كاين الناس بعض المرات ملي كيديروا الطقوس وكياكلوا داك الحلو يعني اللي كيديروا الدجاج وكيقدموا الذبيحه باسم معين للشيطان معين عيشه ولا كذا ولا والعياذ بالله فكيجيو دوك الوليدات مساكن كياكلوا ولا كذا بغير عين مدينه ولا كتبدا كتعرض تبان عندهم واحد الاعراض ملي كيبداو كيكبروا نعم. فهذا فيعني تشوفي هذا مادام قال لك حضروا على الراقي حضروا ويشوفوا المسائل كيفاش نعم واضح سلام انا ملي كنكون خارج الدار من مورا العصر كتشدني الدوخه والاكتئاب دائما بشكل دائم من مورا العصر بالذات نعم. ايدي الرقيه نعم ويشوف الا جابت مع النتيجه راه عنده شي مس ماشي ساكنه ولا كذا نعم غير راه بالوسوسه ويشافي الله عز وجل ان شاء الله ابتسام من فاس السلام عليكم ابتسام عليكم السلام مرحبا الو ابتسام مرحبا تفضلي مختي عندي واحد المشكله الله يجازيك بخير يا تفضلي وانني كنحمل سبعة المرات وكيخسر لي داك الشيء ما عرفتش شنو نعم نعم دابا تقريبا شي خمس سنين وانا متبعة مع الطبيب بلا فائده بلا والو غير مؤخرا دابا غير مؤخرا ثلاث شهور عاوتاني وتحلي داك الشيء طيب ابتسام سمحي لي واش مع يعني من خلال المتابعه ديالك مع الطبيب ما عندكش مشكل طبي اي مشكل ما عندي حتى شي مشكل يعني حتى الجنين حتى كيتوقف له القلب ما كيبقاش هايش ما انا تحطمت نفساني صافي ما بقيتش قادر لا اسميت البنت ابتسام ابتسام ابتسام
صلي على رسول الله. ايوا يعني كنشوفك كتكلمي وانت مرتبكه وبحال كتنهجي وكذا، مالك؟ خفي عليك، موقف الدنيا ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل. ويعني عندي يعني كل يقين ان الله عز وجل الى انقطع وقت الاتصال بقى معنا تسمع منا، عندي يقين في الله عز وجل انه غادي يوهبك الذريه الصالحه ان شاء الله تعالى باذن الله. ان شاء الله. يعني كاين اختي سلمى، يعني كاين بعض النساء اللي كيسقطوا في البلاصه وكذا، هذا راه ماشي دليل، عاد باش نرجعوا الجواب ديال الاخت ابتسام، ماشي دليل على انهم بهم مس ديال اللي كيسقط الجنين. كاين هناك يعني بكتيريا اللي كتعيش في الرحم تفسد ماء الرجل او تفسد ماء المراه او البويضه. نعم. وبالتالي حتى الى حصل حمل من بعد كيسقط. نعم. هنا تيكون يعني عارض طبي، فبالتالي الى داو هاد العله كتبدا المراه كتكون يعني حامله وما عندها حتى اشكال. نعم. بحال هاد الاخت ان شاء الله تعالى باذن الله كتشوف الى ما كاينش اي معضله طبيه. نعم. اللي كتسبب لها تسقط ديال الجنين راه ممكن الا استعملت الرقيه تكون لابس عليها، وهاد الحالات راه دازو عندنا ان شاء الله تعالى باذن الله. ما تخافش واطمئن ان شاء الله، وربما لعلها باقا صغيره السن ان شاء الله، وتعرف بلا ان الذي يهبه هو الله عز وجل، وما تخافش راه ماشي الشيطان اللي غيدير لك داكشي اللي وهب لك الله في البطن ديالك، حاشا لله، اطمئن نفس السن ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. الحسن الاخر يبقى. السلام عليكم الحسن. سلام اختي. مرحبا، تفضل اسيدي. لاباس؟ الحمد لله، بارك الله اختي مع الشيخ. مرحبا سيدي. مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام سيدي. انا دابا في الليل كتجيني واحد الحاله ديال كنطير من الصدر ديالي بزاف وكنختنق. نعم. وصل ديال الليل 12 على كيك ما كنبقاش نتنفس. نعم. هي المشكلة عندك الحسن؟ نعم. هو هذا. نعم. ومشيتي الشريف شتي الطبيب ديالك؟ لا ما شفتوش. سير شوف الطبيب ديالك هو الاول الشريف. نعم، واضح الحسن، شكرا على الاتصال ديالك. اذا السلام، انا عايشه من اكادير، حنا ثلاثه ديال الخواتات كيجيونا الخطاب، ولكن في الاخر ما كنكملوش مازال بلا حتى شي سبب، والام ديالي كتقول انا دائما كتحلم بالحنش. اي والله يعافينا وعافيهم، يعني احنا دائما تنقولوا الا كنشوفوا هاد حيت دابا الاخت سلمى يعني من بين يعني الاعراض اللي كتعطيو الرقات ملي كيجوني انسان كيقول له كتشوف واش كتشوف الحنوشه، كتشوف الفيران، كتشوف ما عاد تسرق الزيت، ما عاد كتشوف هادي كلها اقاويل، وشنو هاد الشيء ما خدامش هاد الشيء. نعم. بحيث شتي الحنش راه في هذاك الشيء، الكلب الاسود راه كذا، اذا تكررت الاشياء. نعم. إذا تكررت الأشياء وخذت واحد الحيز كبير في المنامات عند الإنسان، ممكن وهذا الأحلام اللي تكرر ممكن نتبتبوها مسا أنذاك. نعم. أما هي مرة ومرتين ممكن احنا كيخاف من الحنش غادي يحلم به في الليل، يخاف من الفارغ يحلم يبان لي. نعم. هذه أعراض لا تؤول بهذا الشكل، فما نخوفوش الناس، ما تخافش. بالتالي الخطاب والخطاب الذي يهبه هو الله عز وجل، الله الذي يهب، ديري الدعاء ديال الزواج، التجئي الى الله بصدق النيه، ديري الرقيه ديالك، غيوهب لكم الله الجو الصالح ان شاء الله. سلم عافاك، بغيت طريقه الرقيه الشرعيه، وبغيت اعداد او عدد ورق السدر. ورق السدر كيبدا يعني من الناس اللي عندهم الربط كيبدا من 7 ورقات. نعم. ورقات يكونوا خضر جداد، يعني باقا خضر، ويجيو او العكس صحيح، حتى الا كانوا تيبسوا ويدقوا ما بين حجرين كان اولى يعني مزيان، وكيتعمل في الماء ديال الرقيه ان شاء الله تعالى باذن الله. وهناك عدد ديال 21، حنا يعني من خواص يعني العمل ديالنا في هذا كنعملوا 21، كان بعض المرات تنعملوا طرق كثيره على حسب العله ديال الانسان. الا اخذ الانسان مبتدئ يعني في البيت كاسعافات اوليه ياخذ 7 ورقات. نعم، واضح استاذ. نعم. سلام، انا سعاد مكناس، عمتي كتسحر الاب ديالي لدرجه الثقاف، ما عرفتش شنو ندير، درنا ليه الرقيه وما جاتش نتيجه. ومن ادراك ان عمتك يعني سحرت ابك، فهذا يعني رجم بالغيب والعياذ بالله، وراه هادشي اللي كيفرق الاسر والعياذ بالله وكيجعل الشحنه، وهادشي هو علاش حارس ابليس راه ما باغي والو باش يخاصم الناس مع بعضياتهم ويفرق الشمل ديال الناس والعياذ بالله. نعم. فهذه ليست عندها حجه، والبينه خاصها تكون، وراه البينه والعياذ بالله راه مصيبه، راه انسان يرجع ثم لم ياتوا ب4 شهداء فجلدوهم 80 جلده، راه مشكل كبير باش الانسان ولا تقف ما ليس لك
به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ثم يقول الله عز وجل إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا. راه هادشي كله خص راه ماشي مشي من المسلم ومشي من الأخلاق ديال المسلم باش نتبعوا العورات ديالنا. إذا حسيتي هاد السيدة طلبي لها الهداية ثم بالتالي شحال ديال الناس لقيناهم تهموهم الناس والله ما كيسحروا الناس ولا تيوصلوا لهم عير الناس مرض هما حيت حنا يعني هادي الناس يعني في هاد الزمان أسأل الله ما بغيش نعمم نقول الأمة والله الأمة مغيبة فعلا أقسم بالله العظيم غيبنا الجانب الوعي غيبناه والعياذ بالله في هاد المتاهات وصرنا كنعيشوا كل ما يحصل في الكون كله فعل لي وسبب لي وهذا اللي دار لي ماذا تركنا لله عز وجل يعني نحاول نوفق من المسألة. وبالتالي شحال واحد جاي عندي كيقول لي راه تقفوني وما كنلقاش عنده لا تيقف ولا والو. نعم واضح استاذ اكيد مازال غنوصلوا معك تبع الاستاذ فؤاد فرقاني اليسي فقط لحظه غنتوقفوا مع اذان الظهر بتوقيت الدار البيضاء والنواحي. الله يتقبل منكم جميعا بلاصكم يا رب. اذا راجعنا معكم دائما في برنامج حصل نفسك مع الاستاذ فؤاد فرقاني ادريسي متخصص في العلاج بالرقيه الشرعيه والطب النبوي. دائما الموضوع ديالنا هو السحر الانواع والانواع ديالو ايضا الاقسام ديالو. اذا استاذ يعني قبل ما غنمشي لواحد السؤال فقط واحد الميساج جانا من عند سيده كتقول انها حاولت تواصل معنا بشكل كبير. المشكله عندهم انهم بزاف ديال الخوت ما كيحملوش بعضياتهم خصوصا ملي كيتلاقاو في البيت ديالهم في البيت العائله لدرجه انهم ما كيهضروش مع بعضياتهم وكيتعصبوا على حتى حاجه. نعم. عندهم دائما الم في الراس وصداع وكاين كيتعصبوا وما كيقدروش يشوفوا بعضياتهم هما اربعه ديال الناس. نعم. ما عرفوش شنو السبب. نعم اختي يعني كنقول نسال الله عز وجل ويجمع الشمل ديالهم المحبه ديالو على تقوى وثم بالتالي يعني دائما كنشوفوا شنو الاشكال الوارد اللي مطروح عندنا في العائله نقدروا نصلحوه مع بعضياتنا سواء اي شيء. حتى الناس كتلقاهم بعض المرات على الارث كيتنابزوا كتلقاهم على شي حوايج كيتنابزوا فبالتالي كيدخل الشيطان. ثم بالتالي كاين بعض المرات العين تصيب اهل البيت فتحدثوا هذه الاشياء من خصومات ومنازعات وكذا والعياذ بالله وشحنه. ثم بالتالي اذا شكوا في حاجه واحده اخرى عليهم بالرقيه. نعم لست اعلم يعني شنو عندهم. اذا غناخذوا اتصال من وفاء من اسبانيا. السلام عليكم وفاء. السلام عليكم الاخت وشكرا لكم للطاقم وشكرا للاستاذ. عندي جوج سؤالات. السؤال الاول واش يمكن الواحد يكون يتسحر غير بالاسم كما سيتذكر بان او لا يخلف على شي حاجه ديال شي حاجه ما كانش متوجهه ليه يقدر يتعلق به شي سحر. والسؤال الثاني ديالي عندي واحد الاخت تقريبا من 90 كان عندها مشكل السحر لان كانت تغيب وكان تيتحلى الفم ديالها تتبدا حتى العين غادي تهرس ولا لا مشوار وجابوا لها بزاف ديال السقيا حاجه اللي كنا مثلا نبغيو شي علاش ما كانش ديك الساعه الوقت ديال المهم المشكل هو ان حنا في واحد السيد غير بالقران وما مشى معها حتى شي حد مشى مع الراجل ديالي لان حنا تنخافوا من هذا الشيء هذا مشى معها وقال لي حضرت عليها بان كانت فمها تتفتح وتتهضر بصوت راجل وبدات حاجتك تتقية ومن بعد بدات تتزغرط بوحدها. والمشكل ديالها بقى لحد الان المشكل اللي بقى لها المشكل ديال الفم ديالها باقي تتفتح وهي تقول بان عندها بزاف ديال المشاكل بالنسبه للخدمه ما تتجبرهاش ومشكل الزواج ما صدقات لها حتى شي حاجه. وتنقول هي تستعن بالقران وتتصلي وتتذكر الله يوميا وتتقرا الادعيه ولكن المشكل عندها ما عملاش الحجاب دائما تنوصيها عليه باش يكمل ويسر لها ربي. دابا شنو هو ما حيت مشات لواحد الراقي مؤخرا وقرا عليها قالت لي انا ما شفتش حتى شي نتيجه واش يمكن لا تعاود تزيد في هذا الشيء هذا او لا. هي في ديار المهجر في اسبانيا. هذه الاخت يعني الا كان شراقي ولا هي كان صحت بدات تعمل سلطه ان شاء الله تعالى باذن الله عز وجل وتكثر من ايه الكرسي والمعوذتين يعني في الصباح وفي المساء ودبر كل صلاه ان شاء الله تعالى باذن الله. وما نقدرش اختي نحكم على هذه الحاله اشنو هي يعني السيده كتقول لي الاعراض ديالها كتبقى يعني فاتحه الفك ديالها وفمها بزاف ممكن كيكونوا هذه الاعراض ولكن ما نقدرش اختي نتبعهم العلم عند الله عز وجل. المهم الا شكت تعمل صوره الرقيه والمعوذات وكذا ان شاء الله صلى الله عليه يشفيها. وتم بالشق ديال السؤال الاول في الاول ديالو اللي قلتي اسم اي نعم الاسم اي نعم الساحر ياخذ اسم يعني الطالب والمطلوب ويسوي هذه الاشياء. ممكن عاوتاني سولتي شي حاجه ما فهمتهاش واش زعما من غير الاسم واش ياخذ الاثار او ربما هذا ما حضرني. نعم. فهذا الاثار نعم تؤخذ في السحر الاثار يعني ما يحدث ذلك الصوره والثياب اللي كيكون في عرق الانسان. نعم. هذا كله اشياء يعني يعملوا فيها السحر والعياذ بالله. واضح امين كنا. السلام عليكم امين.
إذن كان النص المشكل طبعا غنشوف آمين إلا كنتي في السماع الله يخليك تفعل الراديو سمعنا من خلال التليفون يعني نسألك راه شحال مرة الله يجازيكم بخير يعني راه غير بالنسبة باش تعمل فائدة للجميع وتتوما تستافدوا وحنا نتعرفوا على الأسئلة ديالكم. إذن هند كتقول سلام أنا هند من مدينة البيضاء بغيت نسول على واحد السيدة كتمشي للأضريحة وكتذبح وملي كتجي عندهم كتبدا تقول يعني أشياء غير مفهومة وكتقول عندي المحكمة ديال الجواد وكتقول شي هضره ما كايناش وملي كتجي ما كنبقاوش مرتاحين واش هادشي يقدر ياثر علينا وكيفاش يعني نحسنوا راسنا من هاد السيده هذه. هادي ولا تزير وزيره وزراء اخرى ما تخافوش هادي عليها وزرها والعياذ بالله التي الذي تحملته هي هاد السيده مشركه بالله عز وجل لانه تذهب الى الاضرحه وتذبح وكذا وتقدم يعني هذه الطقوس للشيطان والعياذ بالله والله عز وجل نهى عن هذه الاشياء والاسلام جاء من اجل هذا الغاية يعني يبعدنا على هالضلالات والعياذ بالله والشركيات والكفر والعياذ بالله. فبالتالي السيدة كدير هادشي وكتقول يعني كتقدم هذا فعلا كيمشيو لهذيك الأماكن وهنا كيكونوا محكمة الجن وهناك أماكن يعني سبع مغارات والعياذ بالله يدخلون هنا وكذا وكياخذوا حسن الجوار من هذا الجن. أليس يعني رجعنا إلى ما كان عليه العرب في الجاهلية إذا نزل الرجل إلى الوادي وقال يا سيد الوادي إني بجوارك أحتمي بحماك فهنا نزل قول الله عز وجل وقالوا حتى الجن بنفسهم مخبرين في هذا قالوا أنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوهم رهقا وهذا هو الرهق والعياذ بالله وهذا هو النصب والعذاب ثم يتبعه الشرك الموجب للنار والعياذ بالله ويخلد صاحبه في النار إن لم يتب إلى الله عز وجل. نعم واضح. أمين شوفوا أمين. السلام عليكم. وعليكم السلام امين. الصوت شويه يقدر تبغى نشوف هذاك الشيخ اللي خليك نهضر معاه. ايه معاك تفضل سيدي. الله يخليك تفضل. عندي اختي الزوجه ديالي. ايه نعم. بلي كتبقى مرتي. نعم سيدي عرفت. بلي كتبقى تحلم ديك هذاك الجن العاشق. نعم. وجناب ديالها باردين وشويه ديال المشاكل تكونوا في الدار بحال اللي سوات فيها بحال. ولكن شريف شكون اللي قال لها عندك الجن العاشق؟ ها؟ شكون اللي قال لها عندك؟ قاش هي كتقول لي شنو توقع لها. هي كتنطق مسكينه. هي كتقول لي شنو توقع لها راه كيجيني شي واحد بالصفيصه نتاع شي واحد ولا بالصفيصه نتاع شي واحد. تعمل الرقيه الاخ ما تخافش هي تعمل الرقيه ان شاء الله وغتكون لاباس عليها. ان شاء الله. اذا ليليا كتقول السلام عليكم. هي عازبة كان فيها سحر سحو المس بدأ بالأحلام المزعجة غالبا كتحلم دائما بواحد المرأة بأشكال مختلفة. نعم. مشات عند راقي عطاها زيت وعطاها الماء ديال الرقية ولكن ما تغير والو كتقول أنها مازال كتحس بالحريق وهذا المس اللي كيسكروا. قال أن في الأخير عطاها 5 ديال لتر ديال الماء وفيهم الفجل وقال لها تديريه استعمليهم بعد العشاء تقراي فيهم سورة الفاتحة والزلزلة والكافرون. وقالت أنها حلمت يعني في امرأة شابة وامرأة أيضا أخرى عجوز كانت عطاتها الصدقة. وقالت لها أنها حضيمت لك الامرأة الشابة فهي ممكن أنها تأذيك فهذه القصة ديالها. القصة ديالها. ولكن أخشي أنا يعني في السؤال ديالنا ما بينتش هذاك الراقم اللي أعطاها هذاك الماء وقال لها ديري فيه الفاجل إيش من استعمال أمر به؟ هل هو للغسل أم للشرب؟ إذا كان اللي الشرب هذه طامة والعياذ بالله كبرى هذه مصيبة. إذا كان أعطاها الاغتسال فأنا لا أنصح بهذا. لا. ثم بالتالي الفيجي قلنا فيه سميات فيه سميات لا يستعمله الناس أنا أنصح وأنصح وكنقول الناس ما يعمل الناس دائما واخدن بأن الفيجي راه هو مؤثر على بحال هو والحنتيتة. تدرون أن الحنتيتة والعياذ بالله تسقط الجنين من البطن والعياذ بالله شحال كيأمروا يعني الناس يعني يبخروا بها وهي راه هي سامة يعني نبتة سامة. فبالتالي يعني هاد السيده اللي كتقول هاد الاعراض انا انصحها يعني الراقي خصها انا كنقول وجهه السؤال لهاد النصيحه الرقات اذا جاك المسحور اعطيه العسل النوع اللي تيخصو ويكون فيه الرقيه اعطيه الماء ديال الاغتسال واعطيه الماء ديال الشرب ثم بالتالي اعطيه الصبوح والصبوح هو السبع تمارات اللي خصو يتصبح بها وقرا عليهم تلي عليهم واعطيه وهنا غادي يحصل على النتيجه والا غادي يبقى غير يخربق وما يلقى نتيجه. نعم طيب قبل ما استاذ فقط نرجعوا للموضوع ديال السحر يعني نعم. ربما الناس كيسولوا بزاف كنعرفوا ان كاين انواع كثيره ومازال غنطرقوا لهاد المسائل ولكن واش يعني بالنسبه للاعراض وديال السحر واش من نوع كتختلف وايضا واش حتى التاثير على المريض
كيتختلف يعني من نوع لنوع, كاين تاثير اشد تاثير يعني اخف. نعم نعم. هنا اختي سلمى انا اريد يعني واحد مساله نقولها. نعم. لا اريد ان اجلب على الناس شرا ولا عياذ بالله. نعم. حيت علاش اختي؟ اذا ذكرنا اعراض معينه قد يسمعه السامع فتتهيأ له اشياء فيسقط في حالة نفسية والعياذ بالله, وهو ليس بضاره شيئا إلا بإذن الله. نعم. ما عنده والو وغادي نسقط, فأتحمل أن وزره أمام الله عز وجل. نعم. فهنا ممكن أعفى من هذه المسألة ديال يعني, لا أنا فقط قلت شنو من الأعراض هل تتشابه؟ ولا لا حتى أنت مسكين يعني, يعني حتى الناس يعفون مسألة من اللي غادي يقول لك ورينا هذه الأعراض. نعم. فنخافوا باش نجلبوا على الناس الشر والعياذ بالله. فلا نعم. احنا يعني في برنامج ديالي برنامج تنويري يعني ان شاء الله تعالى باذن الله يجعله في الميزان الحسنات مقبول يا رب امين. ثم بالتالي يعني احنا تنقولوا السحر يصيب الكبير والصغير. نعم. يصيب من تخطى كذا, ولكن هل هذا السحر غادي مكتله؟ وطمئنوا الناس, وهناك سحر كيتفسخ من تلقائية نفسه في مدة 40 يوم أو 41 يوم. نعم. هناك سحر كيتفسخ من تلقائية نفسه في مدة سنة ويوم. هناك السحر الكبير اللي كيكون مرصود عنده 7 سنين كيمشي المفعول ديالو. نعم. إلا إذا جدد مرة أخرى. فالناس ما يخافوش من هذا المسائل. راه إلا عندك سحر ودرتي الرقية إن شاء الله جلسات متتالية إن شاء الله ما يبقى عنده والو إن شاء الله بإذن الله. ما يخافوش الناس من هذا المسائل إن شاء الله. إن شاء الله. نشوفوا إسماعيل مكناس. السلام عليكم إسماعيل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. مرحبا اسماعيل بلغيتي من كنات. مشرفين سيدي تفضل. الله يجازيك بخير. بغيت نسال الفقي. مرحبا. عندي واحد الولد كان مشى لامريكا لاوكلاهوما يتبع الدراسات العليا. نعم. واصيب بمس نتيجه السحر هنايا وتعرفنا على شكون الناس اللي دار داك الشيء. نعم. واتصلت بعض الفقهاء منهم اللي قال لي وتسائلت كيفاش انا هاد السحر يمسو هو في امريكا حتى بدا تيجي يمس تيغيب وتي نعم بحال داكشي اللي تنقولو للجهود تيدير. ايوا وحاولوا يعالجوه داكشي طبي. نعم. واستعن بالقران حق كتاب الله ما شاء الله سبحانه وتعالى. واحد فقيه قال لي شي ايات من سوره البقره وصورة العمران وكذا وصفت له ذاك شيء اتصلت به وتبعه والآن الحمد لله راه إمام الحمد لله الحمد لله راه تأم بالناس يوم الجمعة هذا ما شاء الله. ولكن سألت واش قال لي فقيه وتلجين من النار واش غادي يستحل عليه باش ذاك السحر الشيطاني واش يتبعوا لأمريكا وبقيت ديما كنتسائل. هذا هو السؤال أستاذي. قال لك زعما ممكن. لا أستاذي سؤالك هو هذا السؤال. نعم. أصيب بمس سحري. عرفت عرفت أستاذي. نعم. واش ممكن تتساءل واش يوصلوا حتى لتما ولا لا. نعم. وداك الشيء هنا دار له. عرفت. نعم, نعم. واضح. نعم. أستاذ واضح. نعم. يعني فهمنا السؤال ديالك. فقط قبل ما نجاوبوا سي إسماعيل. نعم. حسنا يعني عاودتي صيفط لي المساج من خلال الفيسبوك يعني. نعم. واش ربما ما كنتيش في الاستماع من اول حلقه لاني طرحت السؤال ديالك على الاستاذ وجاوب عليه بالنسبه للاكل اللي كيتحضر في الحضره واش تاكل. نعم. قال لك نعم. استاذ فيها حرام يعني حرام. ما تقربيش في الاكل هذا. حنا جاوبناك في الاولى ديال الحلقه ربما ما كنتيش في الاستماع. نعم. اذا بالنسبه للسي إسماعيل مابقاش الوقت بزاف استاذ يعني في عجاله السحر يصل الى صاحبه في اي مكانك. نعم. وخصوصا اذا كان يعني السحر الظل ديال الصوره او الاسم او كذا يصل في كل مكان لان الشيطان عنده خدام. الم يبعث الشيطان سراياه في حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال انظروا ما الذي يعني حبسكم عن خبر السماء فجالوا في الارض حتى وجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطائف هذا الجن او الشياطين فوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذوك القصه معروفه حتى تلا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم القران وكذا. نعم. يعني قال لهم اضربوا مشارق الارض ومغاربها وشوفوا شنو السبب حتى تحبس عليكم خبر السماء وان كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن. نعم. يستمع الان يجد له شهابا رصدا فسبحان الله العظيم هذا دليل انهم يجرون في الارض عندهم. يعني كل شيء يمشي لاي مكان. ثم بالتالي غادي نوصل لواحد الحاله غادي واحد الدرس من بعد ولا حلقة إن شاء الله تعالى بإذن الله نتكلموا فيها كيف يصل السحر وهو عبر الأثير. نعم. يا فهمتي يوصل عنده عنده. نعم. يوصل بالدق حتى كيف يعني ناخذ يعني حاجة دي الإنسان يعني كتخصه هو وتعمل له فيها أشياء وهو يكون في يعني أقصى البلاد أو يعني في القطب المتجمع ويصل هذا الشيء. نعم. لا هنا خبت الساحر وخبت الشيطان
تحصل هذه الأشياء، ولكن دائما أقول وأكرر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. نعم ونعم بالله. نعم. شكرا لك. نعم. أستاذ فؤاد في ثانية في ثانية. نعم. الله يطول عمرك أختي سلمى، الله يخليك. واحد الناس اللي تركان وجوا عندي اليوم من الرباط، باش نقول الناس ما تكررش المسألة، اللي بغى يجي عندي تياخذ موعد وعرف واحد مساك بقى كان جاو في الشتاء وكذا، وانا قلت له مرة يعني عندي تسجيل الحلقة من الاثنين الى الخميس. نعم. اللي بغى يجي في العشية وبالتالي يعني من 3 ونص حتى 7 ويعني، وكنقول راه يوم السبت متواصل العمل حتى العشية. نعم. يوم الأحد من 9 ونص حتى الجوجونس، يوم الجمعة عطلة، وبالتالي اللي بغى يعني ياخذ الموعد أكثر يدخل على اليوتيوب وغادي يدير عنوان مركز فؤاد فرقاني الإدريسي، يدخل على اليوتيوب حتى ولا جوجل، إلا ما عطاش هذاك غيعطي في اليوتيوب غير يلقى الموعد وكل شيء باش ما يتمحنوش مساكن ويبقاو يضيعوا الوقت. إن شاء الله. مرحبا لك أستاذ، جزاك الله خيرا. موعدنا معك إن شاء الله كيجي غدا إن شاء الله دائما محدث الجوج. شكرا مهدي في ضاف الإخراج والهندسة الصوتية، كنتمنى طبعا لكل أوفياء دائما بقية أوقات طيبة على شدا اف ام في رعاية الله.